تجمع المئات من الإسرائيليين وسط تل أبيب للتنديد بمقتل الرضيع الفلسطيني حرقا على يد مستوطنين إسرائيليين متطرفين. المتظاهرون رفعوا لافتات مطالبة بوقف الاستيطان الذي يعتبر حسبهم السبب الرئيسي لتصاعد العنف في المنطقة. إذا لم نوقف الاستيطان سيتواصل هذا النوع من العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما لا يمكن أن ينعم أطفال هذه المنطقة بمستقبل جيد. المعارضة الإسرائيلية وقعت حضورها في هذا التجمع. زعيمها إسحاق هيرتزوغ قال: أنا أناشد رئيس الوزراء، إن كنت في مكانك سأمر الأمن الداخلي والشرطة والسلطات القضائية أن تعامل الإرهابيين الإسرائيليين بنفس الطريقة التي يعامل بها الإرهابيون الإسلاميون. مقتل الرضيع الفلسطيني علي الدوابشة حرقا أجج الشارع الفلسطيني الذي شهد مظاهرات منددة بمقتله، تحولت فيما بعد إلى اشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية.